بعد موجز تصعيد وتهديدات إسرائيلية باجتياح الضفة، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية لإحباط تشكيلات مسلحة تتطور بشكل لافت هناك، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي. وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس علق على العملية قائلا: إن التهديد في الضفة يشبه مثيله في غزة، وقال إن على إسرائيل أن تنفذ إخلاء مؤقتا للسكان هناك، وذلك بعد ساعات على بدء العملية التي وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ عام 2000. اتهم كاتس إيران بالوقوف وراء التصعيد والعمليات في الضفة الغربية قائلا: إنها تعمل على بناء جبهة إرهاب في الضفة الغربية وفق نموذج غزة ولبنان. بدأت العملية العسكرية فجراً وشملت مدن ومخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة وطوباس، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وفقاً لتقارير أولية. هذه العملية التي وصفت بأنها الأكبر من نوعها بدأت بمداهمة عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية لمداخل الأحياء والمدن والمستشفيات في الضفة وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان مقتضب إنه بدأ عملية في مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية، وأشار البيان المشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك إلى أن العملية واسعة النطاق وتهدف لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في شمال الضفة في مخيمي جنين ونور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم. بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إسرائيل تشن عدوانا شاملا على مدن شمال الضفة المحتلة ومخيماتها، ويسعى هذا العدوان إلى نقل ثقل الصراع إلى الضفة المحتلة في محاولة من الكيان لفرض وقائع ميدانية جديدة تهدف إلى إخضاع الضفة المحتلة وضمها.